نذكر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن يدفع بتعزيزات جديدة. نشاهد الصورة في الاتجاه المقابل لريما، تعزيزات جديدة باتجاه مستشفى جنين الحكومي في هذه الأثناء تصل من هذا الاتجاه. نشاهد هنا المزيد من التعزيزات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مستشفى جنين الحكومي. نتحدث عن ناقلات جنود وآليات. خمس آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينها ناقلات جنود، وهذه التعزيزات الآن في محيط مستشفى جنين الحكومي تماما. المزيد من التعزيزات العسكرية لجيش الاحتلال في محيط مستشفى جنين الحكومي تصل الآن. هناك عدد كبير من الآليات في كل الاتجاهات. نشاهد الاتجاه الذي تذهب إليه هذه الآليات. هذا الاتجاه ريما هو إلى الجهة الخلفية من مستشفى جنين الحكومي. تمركزت الآليات في هذا الموقع، ومن بين الآليات التي تتقدم في هذا الاتجاه نشاهد مركبة لإسعاف الجنود، عليها إشارة مركبة لإسعاف الجنود التي تتقدم باتجاه مستشفى جنين الحكومي وتتمركز في محيط المستشفى في هذه الأثناء. نرصد اتجاه هذه الآليات، هي الآن تتجه إلى الجهة الخلفية من مستشفى جنين الحكومي، حيث كنتم تنقلون الصورة قبل قليل لوجود الجرافات إلى المكان الذي كانت تتواجد فيه الجرافات قبل قليل. هذه الآليات اتجهت إلى ذلك المكان، الجهة الخلفية من مستشفى جنين الحكومي. في هذا الطريق الذي سلكته الآليات كان من المفترض أن يكون طريق المياه لقسم غسيل الكلى في مستشفى جنين الحكومي، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع طواقم الدفاع المدني من نقل صهاريج المياه إلى المستشفى. وفي الطريق الذي كان من المفترض أن تسلكه طواقم الدفاع المدني لتزويد مستشفى جنين الحكومي بالمياه، جيش الاحتلال أجبر طواقم الدفاع المدني على العودة إلى الخلف، وبدلا من مرورهم لتزويد المستشفى خزانات المستشفى بالمياه لقسم غسيل الكلى الذي توقف أو قرر المستشفى توقيفه بحسب ما تحدث مدير المستشفى للتلفزيون العربي، بدلا من أن تمر هذه الصهاريج مرت الآليات العسكرية الإسرائيلية. وهذه الصور نتابعها الآن عميد لتنقل الآليات العسكرية الإسرائيلية في النقطة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل، حيث رصدنا جرافة عسكرية إسرائيلية في هذا المكان والآليات العسكرية تتقدم نحو المخيم. نذكر بأن إطلاق النار سمع بوضوح في الجهة الخلفية لمستشفى جنين الحكومي، وأيضا الآليات العسكرية تتمركز هناك في محيط المستشفى مع منع الاحتلال لصهاريج المياه بالوصول إلى داخل المستشفى. هذه الصور فيديو لاعتقال، ننتظر قليلا، نعم، اعتقال عدد من المواطنين في الحي الشرقي من جنين، هذا الحي الذي شهد عملية عسكرية مركزة وما زال إذن اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الحي الشرقي كما نتابع في هذا الفيديو الذي